أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا. السؤال الأول صفحة بقل سغاشن يسغال سورة التوبة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا الذين يلمزون المطوعين
مُشْتَهِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. حسنا، السؤال الثاني صفحة 71 يا سيدي في سورة النحل النمل. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمالي فما آتاني الله خير. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذين عنده وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين.
ادخل الصرح فلما راته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. حسبك. السؤال الثالث والأخير صفحة شنطة الضم لباتن يكو صوب الذاريات والسماء ذات الحبك والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 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 أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنكم قوم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنكم قوم قال سلام قوم منكرون قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء فراغ إلى أهله فقال ألا فجاء بعجل سمين فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين حسنا سؤال الجزرية بيت سيدنا فقطع بعشر كلمات ألا ف
فاضع بعشر كلمات ألا مع ملجا ألا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هودلا يشركن تشرك يدخلا تعلو على ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما نهق ضعوا مما بروم والنسى خلف المنافقين أمن أسسا فصلت النساء وذبح حيثما وخلف الأنفال ونحن وقعا وكل ما سألتم الأنعام والمفتوح يدعون معا فصلت النساء وذبح حيثما فصلت النساء وذبح حيثما وخلف الأنفال وأن بالمفتوح كسر إنما وألم المفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحن وقعا أحسنت الله فيك أفنان محمد إبراهيم محمد السؤال الأول صفحة بقول يشني طبعا سورة المائدة سماعون للكذب أكالون للسحت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت بينهم فاحكم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت بينهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها حكم الله إنا أنزلنا التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون حسنا السؤال الثاني تصدق بقول يكون يتغن سورة مريم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا
الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أضلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دونه آلهة واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ونسوق إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ودا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا لقد جئتم شيئا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا حسبك السؤال الثالث والأخير صفحة أفرضغل تضبعتا يتضل صورة فصلت بلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه
وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا ضائعين. حسنا سهل الجزائرية بيت كلماتنا صفاتها جهر ورهف مستبد صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قض بكت وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغد قذ حصر وصاد ضاد ضاء ضاء مضبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف سححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استضل. حسبك أحسنت والله waxaan u dhamaaday hadda qaybtii sodonka shayto waxaan bilaabanaa qaybtii tobanka jiz aynu bilaabaynaa shan daqiiqo oo waxaan haysanaa nasasho ah shan daqiiqo dib aynu bilaabaynaa waayahay muhiim su'aasha koowaad safxadda 456 suuratu saad ووهبنا له أهله مثله معهم رحمة كرام أولي الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له أهله ومثله معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تهنك إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم
سورة محمد بلو صفحتها شم بقول إيه تطور. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم شم بقول كوبي سديد صفحتها شم بقول سديد اليوم سورة المرسلات. ألم نخلقكم من ماء مهين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار يومئذ للمكذبين.
بيت خلابات الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأظفار عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. حسبك، أحسنت بارك الله فيك. أرديد لبعض أسماء باشي عبد الرحمن سواش كوباد صفحة أفر بقل لواتن يسديد سورة سبأ ليجد إن آمنوا وعملوا الصالحات أولئك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين قول إلا لديه رقيب.
فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أغويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد صبحتا شنبقل ستع شنبقل تضبيه سطر سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لهم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين ليخرجهم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم حسنا سأشهد الفهم كتاب اليوم يقول راجل بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي رحمة الغفوري دوما سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظر للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأغفال عن شيخنا الميهي ذي الكبال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أسماء موسى محمد عبد الرحمن شن بغل يا هو تعب في عن شن بغل عولو ها لعيني له الله يوم يروبو نما شيء النسي السلام عليكم عليكم السلام والله سوينا كي توكان كشني ذي يبينا يماها ها والله والله لو واحد سمي الساعة شني ذي بيجا دماغي شني ذي بيجا قاضي واحد يسوي بتسد حق جلان أو شنيع دوية يسوسان هي والله هي أنت العك تنا سد ما خوكو سدري سد كذا هاد الدوية كذا
walaal maxamed ba walaal way sagii ma ina ki dhaweeyay shinida lagu soo dhiibay baatay aha walaal way inankii halkeen kugu keenaa walaal beertiil ma mahad soo garan maysid si fiican beertiil ilma mahad igu keen mid kale waxa ka codsanaya inaad xabad gaas sab gaasti shooladii hore igu soo qaado ka walaal matiir yareed mise tii waa weynayd ma ya tayir yar tayir yar lacagtana saad ka eego saad baan kugu soo diray ما شاء الله مر هذا صار درسي شنيدي إيو كاستين هذه كنتي شهرين كتورنا نودي سوسة هو يو تقول صار عيتي تنا فرق صار عيتي ها شهر سين ما بركا جرس كفرة نازل وكلاك ما شاء الله والله والله allo wa walaashii hargeysa tin may walaal hargeysa kulama joogo mareekan baan kaala soo hadlaya walaal barkaad sida tan miyaan telefoon hargeysa aan diga la hadlay may anigu halka jooga ayaan isticmaalaya nambarkayga telefoon waxaan ay fududeeyay adeegga waafi oo mareekan baa joogtaaba ma sha Allah walaal anigu beertiiban qodayay in yar bay harsano intaana imka galata dhameynaya balan kula yeegay video call kay fur haa internetka ku furaba wakaaligi daqiya Berti na yer in yer bay harsan hadan dhameynaya dibi baan ka yar furo yer Masha Allah madam maanta shaqaysan aniga shaahi needii soo diraya saadna waan idin ku soo diraya islaamika Allah walaal wad maasantay saada oo ma lacag badan soo diray ha anigu halkan jooga oo ma gurigaaga aad joogad ma soo diraysa hada keegta Masha Allah Allah ku casan walaal wad bartaas naga casantay Masha Allah Masha Allah odde iyo xarabe iyo xin waatay soo gashay lacagta ma sha Allah balde kuligeey dibiga soo dhaxday saacad laga bilaabo lacagti dhaweeyaa waa ku kordhiyay waa si wanaagsan aynaad ah waa imi kali ma ila maraykan bartaasi naga casuntay inta walaal saad kale soo dhax maranaya taajbi inoo soo dhaxday lacagta waaf waadan bartaasi naga casuntay ma sha Allah marka calaf walaal cunaaye waa ku diraya aniga adna qabsan